السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. اتبنت بناء في سورة البقرة، بناء الأمة الجديدة الوليدة، وبدأت الأمة يظهر لها معالم وأصبحت أمة يعني إلى حد ما لها خصائصها المتفردة، والتدريج بدأت تقوى واحدة واحدة. وأي أمة قوية وأي أمة لها تفردها ولها هويتها ولها قوتها لابد ان يظهر لها اعداء، ولابد ان يحدث نوع من انواع التصادم اللي بيسموها بقى تصادم حضارات، يسموها اي اسم. المهم ان هو في النهايه بيحصل في تدافع زي ما ربنا بقى سماه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض انها هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بعد إنشاء هذه الأمة، وبعد أصبحت بالذات في سورة البقرة اتعرضت بقى خصائصها وأهم قوانينها ودستورها، يبدأ بقى حماية هذا البناء. ومن أهم الصور اللي بتطرح وبتأسس لحماية هذه البناء الزهرة الثانية، لأن برضو وروي أن البقرة وآل عمران الزهراوين، حديث صحيح، والغمامة الأخرى التي تظلل صاحبها يوم القيامة سورة آل عمران. سورة آل عمران مهمة قوي، فيها حتة الدفاع، أو مش دفاع، حتة الحماية، حماية هذه الأمة من الحروب التي تشن عليها. والحرب اللي بتشن على الأمة مش بس حرب سيف أو حرب مادية، لا، ده في حرب شبهات، وفي حرب فكرية، وفي حرب كلام، وفي مناظرات. لذلك جزء كبير جدا من سورة آل عمران متعلق وموجود حتى في التفاسير إن هو كان من أسباب نزوله المناظرة الطويلة اللي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نصارى نجران، واللي في النهاية حصل فيها مباهلة، أدعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. المباهلة المشهورة اللي حصلت واللي هم ما جوش فيها طبعا، اللي بتبين من يقين صاحب الحق بالحق الذي يحمله. كل ده موجود في سورة آل عمران. طبعا جزء التلت السورة الأخراني تقريبا بيتكلم بقى عن حرب السيف وعن أحداث مهمة جدا، وغزوة من أهم الغزوات اللي مرت بالمسلمين وهي غزوة أحد، فوائد عظيمة جدا وتدبرات هنقف معاها من أروع ما يمكن. الحرب دي وهذه هذا الصدام اللي حصل في هذه الفترة، وبدأت الأمة الوليدة بقى يبقى الأعداء يظهروا بقى بشكل مختلف خالص، ويبدأوا يواجهوا الأمة بحروب مختلفة سواء كانت حروب فكرية أو حروب مادية حقيقية. محتاجين إن احنا بقى نفهم إيه أخطر حاجات بتواجهنا في الحرب دي، وإيه أكتر حاجة ممكن توقعنا قدام الحروب دي، وإيه أكتر حاجة ممكن تهزمنا، وإيه أكتر حاجة ممكن تسبب الفشل أو تسبب المصيبة. أو لما أصابتكم مصيبة، في سورة آل عمران مكتوبة وموجودة، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. تبدأ بقى أسباب الهزيمة، أسباب الفشل، أسباب المصيبة، أسباب المشكلة اللي بتحصل. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لازم تبص لنفسك وتشوف إيه اللي ممكن يوقعك، تشوف الشهوات اللي ممكن تأخذ الإنسان، شوف منكم ما يريد الدنيا في سورة آل عمران. تبدأ بقى آيات وإحنا بنتدبرها هنذهل. ربنا بيكلم مين ده؟ بيكلم صحابة. الآيات دي نزل على صحابة، ربنا بيقول لهم منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. الله، ده الموضوع بدأ يدخل في معاني مهمة جدا في سورة آل عمران، وبتخلينا وإحنا بنتدبرها وإحنا بنطرق باب تدبرها في هذه السلسلة عايزين نقف بقى، يا ترى الحاجات دي وضعها إيه النهاردة في الأمة؟ يا ترى بيع الأيمان ثمنا قليلا والتجارة بالدين موجودة بكثرة في سورة آل عمران، واختيار عرض من الدنيا قليل، كل ده موجود في سورة آل عمران. وسورة آل عمران بتعرضه بشكل مكشفة بعد مصيبة أصابت المسلمين يوم أحد، وما عادش فيه مجال لأي يعني إخفاء لأي حقيقة، لازم كل حاجة تبان، ولازم الأسباب تظهر، ولازم المشكلة الحقيقية تظهر. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. سورة آل عمران الوقفات بتاعتها مهمة جدا في نقطة التحصين لهذه الأمة، تحصين الأمة بإقامة
الأخوة ونبذ الخلاف اللي ربنا بين إن من أهم أسبابه في وقفة هنبدأ نطرق بقى واحدة واحدة كده وقفة تدبرية مهمة وطرقة مهمة جدا على باب تدبر سورة آل عمران في قول الله جل وعلا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. يعني العلم ده ما منعهمش إنهم يختلفوا، ده ما منعهمش، ده جالهم العلم وكان عندهم علم. إيه السبب؟ يبين لنا ربنا الحقيقة بغيا، شوف الكلمة اللي هتقف معاها في الطرقة التدبرية دي، بغيا بينهم. البغي هو أهم أسباب الخلاف، مش كل الخلاف طبعا، في خلاف ممكن خلاف تنوع وخلاف يعني يبقى في ساعة، لكن جزء كبير من التنافر والتدابر والتشاحن اللي موجود النهاردة في الأمة عشان ما خدناش بالنا من النقطة دي، إن العلم لوحده ما كانش كافي إن هو يمنع عنهم هذا الخلاف والشقاق اللي حصل بينهم. أما ليه؟ البغي والظلم والتحاسد والتدابر، وإن هم ينسوا النعمة العظمى اللي هنشوفها في الطرقة التانية في طرقات التدبر في سورة آل عمران، لما ربنا أراد أنه يذكر عباده بمنة ونعمة امتن عليها بيهم عليها اختار إيه؟ خلي بالك من اللي جاي كويس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، كلمة نعمة اتكررت في الآية مرتين، اذكروا نعمة الله عليكم وبعدين فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة الأخوة في الله، نعمة إن إحنا إخوات، إن المؤمنين إخوة. الفكرة اللي الناس كتير النهاردة بدأت تنساها وبدأت تحس إن مجرد اختلافنا مع بعض يخلينا خلاص نتمزق وننسى كلمة أحد الأئمة لما كان بيقول ألا يستقيم أن نختلف ونبقى إخوانا، تبقى أخواتنا تدوم أخواتنا، مش ينفع نختلف ونفضل. هو ده البغي، وهو ده اللي نسينا نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا لما أراد إنه يذكرنا بيها، ذكرنا بالنعمة دي تحديدا. فأصبحتم بنعمته، بنعمة ربنا سبحانه وتعالى، نعمة الأخوة في الله والمحبة في الله اللي من أهم أسباب النصر للأم، اللي من أهم أسباب أنك أنت ما تفقدش أحبابك في الله وإخوانك في الله اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن عليك بيهم. شوف قالوا إيه؟ إذ كنتم أعداء، كنتم أمة متباعدة متضابطة بغضة متدابرة فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأيضا من أهم الأسباب اللي توقعكم وتخليكم تنهزموا وتفشلوا وتصيبكم المصيبة هي إيه؟ الشهوات. الشهوات اللي هي الطبيعي إنها مزينة، مزينة زينة للناس. سورة آل عمران ربنا بيقول، خلي بالك من المعنى التدبري ده مهم جدا للوقفة التدبرية دي، ربنا بيقول إيه؟ زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. شوف من أكتر التفصيلات اللي ذكرت في القرآن تفصيلات للشهوات المختلفة، زين للناس إيه؟ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وبعدين ربنا يحل لك المشكلة دي في كلمة واحدة، ذلك متاع. كل الحاجات دي هي مزينة بس هي متاع. عارف يعني إيه متاع؟ عارف شنطة السفر؟ احنا جايين النهاردة بنصور فانا جايب معايا شنطة سفر، فببص يا ترى هجيب معايا التلفزيون، هجيب معايا جهاز الكمبيوتر اللي في البيت، هجيب معايا التلاجة، انا جاي سفر يومين جايين نصور ونمشي. متاع، متاع ده هترحل بيه وهتمشي، مش سفر طويل. لما تنظر للشهوات النظرة دي ما تفرطش ابدا في دينك عشان شهوة، عشان امرأة، عشان خيل مسومة، عشان ذهب، عشان فضة. ما تبيعش دينك أبدا بعرض من الدنيا القليل، ما تخالفش أمر النبي صلى الله عليه وسلم عشان شفت غنيمة أبدا. ما تريدش الدنيا، شوف ربنا بيقول إيه؟ منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد آخر. ثم صرفكم عنهم ليبتلاكم ولقد عفى عنكم. هو حصل عفو بس لازم نطلع بالدرس المستفاد، إن الفشل جه والمصيبة جت لما بصيتوا للشهوة، لما بصيتوا للغنائم، لما شفتم عرض الدنيا الزائل. سورة آل عمران بتغرس فينا النظرة دي. ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش انك انت تشوف الشهوة وتظن انها باقية. الشهوات متاع، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن ما. قل هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. هو ده اللي انت تبص له، هو ده اللي انت ما تفرطش فيه ابدا، هو ده اللي انت تعتصم به. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ واعتصموا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله، ها اللي جاية اللي كنا بنقول عليها، جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، اعتصم جميعا. ويقول لك بعدها ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اللي تفرقوا واختلفوا هم دول لهم عذاب.
عذاب ليه؟ لأن هم فرطوا في نعمة ربنا العظيمة، نعمة الأخوة في الله سبحانه وتعالى. الحاجات المهمة جدا برضو اللي عايزين نقف معاها في سورة آل عمران، بعد المصائب وبعد الابتلاءات بتتفاوت ردود الأفعال. ممكن تلاقي ناس يقولك هي القضية بقى وخلاص، ما عادتش فرقة والموضوع باظ وكده كده بايظة، وناس تانية بتحزن قوي لدرجة ممكن يعني تكاد تموت من الهم من شدة الحزن، وممكن ناس تانية تبدأ تشك. هشوف ربنا في آية هنتدبرها برضو ونقف معاها في سورة آل عمران، ربنا يقول إيه ويصف الآيات اللي جت بعد المصيبة، مصيبة أحد، ربنا سبحانه وتعالى يقول عليها إيه. هذا بيان للناس وهدى وموعظة لمين؟ للمتقين. قال لا، ده في هنا تفريق بين الناس والمتقين. الناس احتاجوا بيان. ليه؟ وممكن الصورة اختلطت معاهم وأصبح فيه تشكيك، وأصبح فيه هو احنا اتهزمنا ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ هو ازاي قالوا اعلوا هبل؟ ازاي قالوا لنا العزة ولا عزة لكم بعد يوم احد؟ فيبدأ بيان بقى، ده في اسباب كذا وكذا، ده انتم عصيتم وفشلتم وتنازعتم في الامر من بعد ما اراكم ما تحبوا. تبدأ اسباب تعرضها لك سورة آل عمران. وفي ناس تانية اللي هم المتقين، لا هم مشكلتهم ان هم مش شاكين ولا حاجة، هم عارفين ان هم على الحق وعارفين وعندهم ثقة ويقين، بس عايز يعرف يعمل ايه. فربنا يقول له وهدى يهديه. فاكرين الهدى اللي كنا بنطلبه في سورة الفاتحة واللي ربنا قال اوله في اول سورة البقرة فيه هدى؟ وهنا برضو هذا بيان للناس وهدى، هدى عشان تعرف تعمل ايه، مطلوب منك ايه. وانت بتتأمل الآية دي تقف كده، الآية دي هدى وموعظة. موعظة لمين بقى؟ للمتقين، اللي بيحزن قوي، اللي بيحس مع مصايب الأمة وما أكثرها ان هو قلبه هيتفطر، محتاج بقى موعظة، محتاج حاجة تطبطب عليه، محتاج حاجة تحسسه كده لا لسه في أمل، لا ما تبيعش القضية، ما تخافش، ما تيأسش، لسه ممكن تحاول، لسه ممكن تحصل أحسن، وتبدأ ما تستسلمش وما تركنش للشهوات والشبهات، ما تركنش لكل ده، لأن الأمة لسه ده دي جولة أحد، دي جولة ولسه في معارك بعدها، ولسه في حروب، ولسه في الأحزاب، ولسه في الأحزاب أو الخندق، ولسه في حنين، ولسه في غزوات، ولسه في حاجات كتير. لكن أهم حاجة إن قلبك يتشرب العلم بالله عشان تقف قدام الشهوات والشبهات، إنك تقف. شوف ربنا بيقول في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. قال لا، يعني ممكن تبقى في الأمة ومؤمن وتفعل فاحشة أو تظلم نفسك، ممكن، بس المهم خلي بالك إيه، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وإنت بتتدبر دي طرقة تدبرية مهمة، هنخبط على بابها كده ونقف قدامهم. بص، فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وفي آية تانية وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا واستكانوا وما كان قولهم إلا قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا. قال لهم ذنوب، ربيون لهم ذنوب، مؤمنين وفعلوا فاحشة، بس الفرق ايه؟ يستغفروا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هو ده الفرق بين الذي تشرب قلبه علم بالله وحب لله سبحانه وتعالى، ما بيركنش للمعصية، ما بيفضلش قاعد بقى خلاص، هو نزل خد الغنائم هنا، هو عصى أمر الرسول بس ما كملش زي إبليس لما عصى، لا، قلنا زي في سورة البقرة زي آدم لما أخطأ وعصى عاد وتاب واستغفر ربه وأناب. لابد أن نعلم هذا، ولابد أن نقف مع هذا. وعشان كده في السورة دي برضو في نقطة مهمة جدا، لما ربنا سبحانه وتعالى شاف النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أصيب وجهه يوم أحد، وبدأ بقى ينظر إلى الدم وقال أو يفلح قوم أدموا وجه نبيهم. ربنا قال له آية عايزين نقف معها برضو وقفة تدبرية، قال له إيه؟ ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم. بعض الناس لما بيحصل هزائم أو بيحصل مصائب للأمة أو بيحصل كوارث بتبدأ يحس إن هو إيه؟ خلاص هيحاكم الناس بقى، الناس دي ما فيش فيها فايدة، الناس دي ما فيش فيها، لا لا لا، ده أحسن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما بس سأل سؤال أو يفلح قوم، سأل، هو ما قالش مش هيفلحوا، قال أو يفلح قوم وقد ما واجه نبيهم، ربنا قال له ليس لك من الأمر شيء. أمال أنا وأنت يتقال لنا إيه؟ ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليه. ما تبصش لأهل المعاصي أو أهل حتى الكفار، ممكن ربنا يهديه. أنت دورك إيه؟ قضيتك مش إنك أنت النهاردة تحكمه، قضيتك إنك تدعوه، قضيتك إنك أنت تعرفه الحق وتاخد بإيده لربنا سبحانه وتعالى. يعني الحقيقة الوقت الحلقة خلص، لكن لسه في طرقات كتير في سورة آل عمران، لسه في طرقة من أجمل طرقة مش قادر أطلع منها قبل ما أقولها. لماذا محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا محمد لما تسمع في سورة آل عمران وهو بيقول إيه؟
ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا لما الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل تخلخل في الصف وحصل مشكلة كبيرة جدا وكده، فربنا بيذكرهم ايه السبب في الحب الشديد للنبي والالتفاف ده، فيقول لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآية دي عجيبة جدا، آية قاطعة محكمة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. طب هم انفضوا؟ ما انفضوش، فضلوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم يحبوه كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استووا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ العلة يقولها لك ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية، بما رحمة من الله لنت لهم، ما كانش فظ ولا غليظ أبدا. معنى ده برضو محتاجين نقف معاه في سورة آل عمران، هي في لسه معاني كتير لكن هنكتفي بهذا، احنا عايزين زي ما قلنا بس مطرق، هي مجرد طرقات، احنا ما بنفسرش القرآن كله، لكن احنا عايزين بس نحس ان في حاجة اسمها تدبر، انك تقف كده وتسمع الآية وتفكر فيها وتحاول تغير حياتك بيها وتحسن من نفسك بآيات الله عز وجل. فأكتفي بهذا القدر، إن شاء الله رب العالمين نكمل في الحلقة القادمة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.